لماذا كل هذه التعاسة؟ هل بسبب التقنيات الحديثة، المنافسة، ضغوطات الحياة اللي أصبحت كثيرة عليهم؟ والله للأسف يعني هي أدوات جديدة، إذا أنت ما استخدمتها لمصلحتك أكيد راح تضرك. الشباب اليوم أغلبهم فاقد الوجهة، يعني مو عارف وين رايح. الشباب أكثر ناس عندهم طاقة. بالضبط. هاي الطاقة إذا ما توجهت لمكان محدد راح تصير تستخدم ضدك بطريقة ما. اسأل أي واحد بالشارع، وقفه قل له كيف وضعك؟ وين رايح؟ يقول لك هاي نعيشين ما بعرف. بيروح بفتح الانستغرام بشوف فلان ناجح، بتصير تزيد هذا الطاقة عنده بالزبط. وبصير يقارن، طب هاي الناس ناجحة، طب وخاصة في بعض الناس بتعرف كيف بيروجوا النجاحات انها اشي سهل، يقعد ورا كمبيوتر وشوف الاشياء بالزبط. تطلع وبطلع مصاري بالزبط. وهو بتلاقيه مثلا بوظيفة متعبة شوي بالضبط، يعني عندهم تزيد. امكانيات كثير ولكن في ضغوطات لما يشوفوا الناجحين ولما يشوفوا الفيديوهات هذه واللي بيتسهل هم ما هم عارفين.